السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة أم خولة، وكنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمناكم تكونوا في أحسن الأحوال والصحة إن شاء الله وعافية. غادي نقترح عليكم كلاص عائلي كيجي زوين وبنين، نتمناكم تجربوه وبمقادير قليلة، وجاف الوقت ديالو فهاد الصهد وهاد الحمان. كنتمنى يعجبكم، وما تبخلوش عليا باللايكات الاشتراكات، ولا اول مرة كتزوروا القناة ما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد. مقادير هاد الكلاص: كنحتاجو للشكلاط محكوك، كاين عندنا كريم شونتي، عندنا اللوز للتزيين، عندنا كاس نتاع السكر سنيدة لان الكريمه ماشي حلوه، واللي بغى يدير ياغورت، اللي بغى يدير الفروي طحنه كيجي زوين. ونتمنىكم تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، هاد الطريقه مشروحه فيه. ملي كنطلعوا الكريمه مع السكر كنزيدوا عليها الشوكولات، ولا كان الياغورت كتزيدوه. كاين فواكه، اي فواكه تقدروا تقطعوها رقيقه، تقدروا تطحنوها حتى هي كتجي زوينه.
بعد ما خدمنا على الكريم ديالنا كنديروها في المولات اللي باغي نستعملوهم، كنديروهم في الكونجيلاتور. هذا بالنسبه للمول الصغير، نفس الطريقه على كريم الشوكولات والسكر، كنديرو في المول الصغير، كنديرو في المجمد. بعد ما خرجناه من المجمد كندير وحده فوق وحده، والتزيين كيبقى اختياري. انا زينتهم بالمكسرات والسوريز وكريم كراميل. لتزيين هاد الكلاص ثبتنا حبيبات الشوكولات في الجوانب، من الفوق غادي نديرو المكسرات وكريم كراميل. هذا هو الكلاص ديالنا بعد ما وجد كيجي زوين والمذاق ديالها لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه وما تبخلوش عليا باللايكات الاشتراكات التعليقات الزوينه ديالكم، والى اللقاء الفيديو اخر ان شاء الله.